اسمحوا لي أقول لكم قصة. ألقيت محاضرة عن فقه السلف الصالح في سلامة الصدر وفي أعمالهم يعني، فقامت امرأة فاضلة في أحد دور التحفيظ عندنا في المملكة، قالت: يا بنتي تؤمنين بالله العظيم؟ قلت: آمنت به جل جلاله وصدقت. قالت: أنا امرأة أبلغ من العمر 70 سنة منذ فقهت الدنيا وأنا أصوم وأقوم وأصلي، ومنذ فتحت هذه الدار وأنا فيها أحفظ القرآن، فحصل بيني وبين إحدى جاراتي خصومة، صرت ما أكلمها ولا تكلمني، فرأيت فيما يرى النائم، ركزوا معي، فرأيت فيما يرى النائم كأنني دخلت إلى جنة، أعلم أنها لي، كلما اقتربت منها لا أستطيع أن أدخلها، شيء يمنعني. قالت: فاستيقظت من النوم وأنا فزعة، فاتصلت بأحد معبرين الرؤى، قلت: يا بني كيت وكيت رأيت؟ قال: بينك وبين أحد شحناء؟ قلت: والله واحدة من جيراني بيني وبينها خصومة، ما نكلم بعض منذ 4 أشهر. قال: الله أكبر، منذ 4 أشهر لم يعرض لك عمل، على الله سبحانه وتعالى. يلا قيسي عليها، 4 سنين، 14 سنة، 8 سنوات. والله وقفت في أحد المساجد عندنا في الرياض والتي يصلى فيها على الأموات في أحد الجوامع، وإذا ببنيات يتهيأن للصلاة على والدتهن، والبنات يمكن 4 أو 5، فيهم بنت تبكي بكاء حار ومر. عزيت أخواتها ثم أتيت لها، قلت: يا أختي تعوذي بالله من الشيطان، وأمك الحمد لله تركت نساء كبيرات وراحت لربها، وهذا حال الدنيا، أصبري واحتسبي. قالت: أصبر وأحتسب، لكني أنا مزعلة أمي من 8 شهور ما أكلمها. تخيلي أني من 8 شهور ما أكلم أمي عشان أمر تافه. ليش تحبين عيال أختي أكثر من عيالي؟ ليش إذا جاء زوج أختي تبشين وتهشين؟ طبعا هذا الشيطان يقول لها، ولا أمها ما كانت تسوي كذا. ليش إذا جاء زوج أختي تستقبلين أحسن من استقبالك لفلان؟ تقول: فحصلت الخصومة بيني وبين أختي، ثم الخصومة بيني وبين أمي، وأنا لي 8 أشهر لا أكلم أمي. تخيلوا، ترى أنا ما أقولكم قال عن قال، وحدثكم، أنا ما أحب في القصص أنقل قال عن قال. القصة التي أقف عليها بنفسي أحدث بها من باب العبرة. طبعا إن كان في هذا مصلحة، ولا إذا لم يكن فيه مصلحة فإني لا أذكرها. أيضا يا خواتي، من الخطورة لفساد ذات البين وعدم سلامة الصدر الغيبة، اللي يصير قلبها في شيء مش تسوي، يقوم لسانها يدهر، يقوم لسانها لا 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 قالت سوت حطت يا فيها وش فيها وطلعت ودخلت، خلاص ما عدتك تملكين، لأن القلب قاعد يفرغ على اللسان واللسان يغرف منه، وهذا بضاعة المفلس، يتصلي وتصوم وتهدي صلاتها لمن تبغضهم. من المخاطر سوء الخاتمة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجره فوق 3 فمات دخل النار. قال شراح الحديث: أي لا يدخل الجنة ابتداء، يعذب في النار ثم يدخل الجنة. الرابع تتبع العثرات للحديث الذي ذكرت لكم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. يعني الأول بشر يتبع بشر، الثاني رب البشر يتبع هذا العبد الفقير الذي تجرأ على المعاصي. ما يحصل من الأمراض المعنوية والعضوية كأمراض الضغط والسكر والقلق والتوتر، وما ينشأ عن هذا القلق والتوتر من أمراض القولون والشد العضلي وفقد الأنس بالحياة، بل نسأل الله السلامة والعافية، قد تضطرها هذه المواقف لأنها تأخذ حبوب مهدئة. ليه يا أختي ليه؟ أسهل منها، اللهم أني كظمت غيظي فأعني. أيضا يا خواتي، هجر المسلم كسفك دمه، اسمعوا الحديث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وفي الحديث: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، يصارم يعني زاعل، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارته عند سبقه بالفيء، يعني اللي يرجع أول هو اللي ربي يغفر له أسرع، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. تخيلوا، هذا أكيد عندك سؤال: سلمت عليها،
أرسل لها رسالة ما ترد أبدا، طيبي نفسا وقري عينا، رد عليك الملك ورد عليها الشيطان وبرئت ذمتك، واستمري استمري. مو معناتها ما ردت انك توقفين ولا تكشين، بالعكس. نسيت اقول لكم وش سوت هذه الخالة. تقول لما قال لي المعبر هذه الرؤية عبرها لي قبل طلوع الشمس، تقول والله ما طلعت الشمس إلا اتصلت على صديقة لي كانت تحاول تصلح بيننا، ألا أخبركم بخير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى، قال إصلاح ذات البين. قلت لها يا فلانة أبي أزور فلانة، قالت اليوم، قلت اليوم. تقول وآخذ قهوتي والشاهي والفطاير والحلى وأدخل عليها وقبل رأسها وضمها وهي تناظرني باستغراب، قلت لا تعجبين، جنة 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 عرضها السماوات والأرض، ما عندي استعداد أفرط فيها. الله أكبر. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.